الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى أي باب؟ نعم، باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في المصورين، هذا الباب ليس له علاقة بكتاب التوحيد، صحيح؟ الأصل يكون باب ما جاء في المصورين في كتب الفقه. نعم، فالله أعلم، حسن الظن أنه خطأ بعض النسخ، صحيح شيخ صالح؟ يا رجل، تجد هذا الباب في كتب الفقهاء؟ نعم. إذا ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ نعم الشيخ، التصوير هذا وسيلة للشيخ، التصوير خلق وإبداع وتعدي على جانب الربوبية. أول شرك حدث في الأرض بشبهة التصاوير والتماثيل، صح؟ أي نعم. إذن أورد المؤلف والله أعلم هذا الباب، باب ما جاء في المصورين، للسببين، يعني علاقته بالتوحيد، خلق إبداع، تعدي على جانب الربوبية، أول شرك حدث في الأرض التصوير. عقوبة المصور والله أعلم خمسة: أنه ملعون وفي النار، أشد الناس أو من أشدهم عذابا، يجعل له بكل صورة نفسه يعذب به المصور، يكلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ. طيب، هذا ما يتعلق بالباب، يعني أتى بهذا الباب حتى يبين لك خطر التصوير والتماثيل. والصورة تزال بإزالة معالم الوجه، وإذا كان تمثال لابد نمر على الرأس ويكسر. نعم. طيب بعده، باب ما جاء في كثرة الحلف. كثرة الحلف تدل أنه ليس في قلب الحالف شيء من تعظيم الله، لأنه تعظيم الله يقتضي الهيبة من الحلف بالله. والله سبحانه وتعالى قال: واحفظوا أيمانكم. وهناك من ألف في أيمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل أنها قليلة، ولهذا وضعت في رسالة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال: مراتب حفظ اليمين أربعة، مراتب حفظ اليمين أربعة: ابتداء ووسط وانتهاء، ولا يحلف إلا بالله. ابتداء لا تحلف، هذا حفظ لليمين، بل لا تحلف إلا إذا دعت الحاجة والضرورة. وسط: إذا حلفت تفي، وهذا من باب حفظ اليمين. وإن لم تفي انتهاء تكفر، فإخراج كفارة اليمين دليل على حفظ اليمين. وحفظ اليمين بأن لا تحلف إلا بالله، هذه مراتب حفظ اليمين أربعة. ما هي كفارة اليمين؟ سؤال سهل. نعم، صيام ثلاثة أيام. نعم، عتق أو طعام، أو لم يستطع الصيام، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لم يستطع يرجع الصيام. طيب، إذا لابد في كفارة اليمين أن نخير، أن خير بين ثلاث أشياء، نقول: إما عتق رقبة مسلمة، أو طعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. ما استطاع ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام متتابعة. طيب، نعم. باب ما جاء في ذمة الله وذمة الغير. باب ما جاء في ذمة الله. الله أخواننا، هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان إذا أمر أمير على جيش أو سرية، فيه مشروعية إرسال الجيوش والسرايا وتأمير الأمراء عليهم. وهذا فيه أخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما كان يرسل هؤلاء يؤمر عليهم أمير، أمير هذا يعرف الأحكام. لذلك الآن الخروج للجهاد عبادة أو عادة؟ عبادة. جهاد عبادة. جهاد عبادة. العبادة ما تقبل إلا بشروط وأركان وواجبات، صح؟ والجهاد شروط. إذن كل عبادة
فإذا أردت أن تعبد الله لابد أن تتوفر فيك الشروط والأركان واجبات تنتفي عنك الموانع. حتى الجهاد، إذا حتى الجهاد، ولأن البعض يقول لا جهاد تعال أخرج مباشر، ما يصح هذا. إذا أمر أمير على جيشه سريع أوصاه بتقوى الله. لماذا؟ لأنه أمير، والأمير له سلطة وإمرة، وقد يستغل هذه السلطة في ظلم الخلق، وهذا اللي ترى اليوم، أو أكل أموال الناس بالباطل. قال اغزو بسم الله، يعني مستعين بالله، أو مفتتح الغزو ببسم الله. في سبيل الله إخلاص، لا غنيمة لا غيره. قاتلوا من كفر بالله، الغنيمة، تقسيم الغنيمة، تقسيم الفيء، من الذي يقتل، من الذي لا يقتل، الصغير والنساء والشيوخ والعباد والمرضى والمجانين، هؤلاء ما يقتلوا إلا إذا كانوا تبع لغيرهم أو شاركوا في الحرب أو تترسوا بهم. فأخواني أمور الجهاد، يعني الأصل الله سبحانه وتعالى قال ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطون منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما جاء في ذمة الله، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فالله سبحانه أخذ علينا العهد أن نعبد سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. نعم، باب ما جاء في الإقسام أو التألي على الله، هذا باب خطير. التألي على الله تحجر سعة فضل الله. يعني بعض الناس يقول والله لا يغفر الله لفلان، يتألى كأنه هذا يحكم على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إنسان قد يكون مر معنا في الثلاثة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلان وفلان وفلان، لو قبلت الدعوة في هؤلاء وطردوا من رحمة الله لم يبقى في حقهم إلا العذاب. لكن انظر إلى العداوة كيف تنقلب إلى ولاية. قال الله سبحانه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فتاب عليهم فآمن. وكم من أناس كانوا على الكفر ومن الله عليهم بالإسلام. فالكافر الآن حال كفري ما نستبعد هدايته، لأن هداية هذا بيد الله. وبعض الناس نسأل الله يقول والله لا يغفر الله لفلان. فالحكم على الإنسان بجنة أو بنار، طريقة أهل السنة أن لا نحكم لإنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا من شهد له الله وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. كل من مات على الإسلام نعامله على ظاهره، صح؟ يغسل ويكفن ويصلي عليه، والله أعلم بما ختم له. وكل من مات على الكفر نسأل العافية والسلامة يعامل على ظاهره، والله أعلم بما ختم له. أما نتحجر سعة فضل الله ونتألى على الله بأن لا يغفر لفلان، هذا يعني عقوبة هذا نسأل العافية والسلامة. قال إني قد غفرت له وأحبطت عملك، نسأل العافية والسلامة. والله سبحانه وتعالى يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قلنا هذا ليس بجد أو اجتهاد، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فأنت تنظر إلى المبتلى المخالف إلى المشرك من وجهين. وجه تحمد الله وتقول يا رب لك الحمد، الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به، ووجه تنكر عليه. أما أن تتألى وتتحجر سعة فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، قال لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله، أي أنه هنا قال أنه جعل رتبة المخلوق أعلى من رتبة الخالق سبحانه وتعالى. نعم، قال
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد. هذا آخر باب في هذا القسم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، بل حمى حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد، يعني كأن هذا التوحيد وضع سور حول التوحيد حتى لا أحد يقع في السور فضلا يقع في التوحيد. أمثلة كثيرة، ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا بل ما شاء الله ثم شئت لا أعلم أرضا. قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي، مع أن هذا استغاثة جائزة، حي وحاضر وقادر، أعتقد أنه سبب. أغلق الباب، قالوا أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك. جاء إليه رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، قال تمنى علي اطلب. فهذا الصحابي فقال يا رسول الله مهلني 3 أيام أفكر في أمري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمنى علي. فبعد 3 أيام جاء هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نظرت الدنيا متاعها زائل، ونظرت في الآخرة وإذا هي درجات، وأريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال لا هذا فقط بس. قال عندي وما يهمك؟ لا. قال لك ذاك ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. أراد أن يتعلق بمن؟ بالله. وقال لابد تكثر من الصلاة، والصلاة فيها دعاء، وأقرب الدعاء وأنت ساجد، أعني على نفسك حتى يكون بين الخوف والرجاء. هذا التوحيد أخواننا، نعلق الخلق بالخالق. وأنت تعرف أحيانا يجيك بعض الناس قال يا أخي والله يا شيخ الله يفتح عليك جزاك الله خير، تعبان مريض وزوجتي وأولادي ادعي لي. قال خلاص عندي روح. لا، جاءك إنسان قال ادعي لي، تقول اسمع يا أخي أنا وأنت كلانا مفتقر لله، والدعاء عبادة، كيف تترك عبادة الله وأنا أعبد عنك؟ أنت تدعو لي وأنا أدعو لك، وإذا عندك مانع من إجابة الدعاء لابد تفتش عن هذا المانع، لأن حتى لو دعوت لك ما استجاب. فتش عن هذا المانع وتزيل هذا المانع، والدعاء عبادة، وتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. قال أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. هذا أعلى وصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة. سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول. أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد لا يعبد ورسول كذا. نعم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حقا. هذا الباب الأخير اتفقنا أنه هذا القسم الأخير العاشر خاتمة كتاب التوحيد. الشيخ المؤلف والله أعلم نظر محمد بن عبد الوهاب إلى صحيح البخاري كما تقدم. البخاري ختم بأي كتاب؟ من يعرف؟ البخاري لا لا مو بأي حديث، بأي كتاب؟ نعم كتاب. البخاري يقول ختم بكتاب التوحيد صحيح. هل معنى هذا أن البخاري يرى التوحيد آخر شيء؟ ختم البخاري رحمه الله تعالى بكتاب التوحيد، هل معنى هذا أن البخاري يرى أن التوحيد آخر شيء؟ لا، البخاري رحمه الله بدأ بباب بدء الوحي الإيمان، بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بالتوحيد.
ممتاز. ختم بأي حديث؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كأن البخاري يقول يا رب حبب هذا الكتاب وثقل الموازين بهذا الكتاب، وقال يا رب أنت العظيم ولا يمكن أن شيء يصبح عظيم إلا إذا عظم الله، فعظم لي هذا الكتاب. وأراد أن يحمد الله ما استطاع حتى جاء بهذا الحديث: سبحان الله وبحمده حمد، سبحان الله العظيم. هذا البخاري. محمد بن عبد الوهاب بخاري عندنا الآن أراد أن يختم هذا كتاب التوحيد كأنه يقول يا رب ثق الموازيني بهذا الكتاب. هناك البخاري كما ثقلت سبحان الله بحمده في الميزان، وهنا يقول مثل ما ثقلت السماوات والأرض والعرش والكرسي. نعم، هذا يعني قول. أو الثاني أنه ختم المؤلف بهذا الباب: وما قدر الله حق قدره، كأنه يقول لك يا موحد أنت عندما توحد الله فأنت تعظم الله. وهؤلاء أهل الكفر يسبون الله بالشرك: وما قدر الله حق قدره. أو كأنه يقول لك أنه قد يقتر الإنسان الآن درس كتاب التوحيد، قد يقتر كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول يا أرض اشتدي ما عليك قدي، يقول أنا موحد. لا، يقول مهما توحد فتوحيدك لا بد يكون فيه نقص. وما قدر الله حق قدره، يقول مهما توحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بهذا ختم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هذا الكتاب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، آمين. يا إخواننا، يعني كما ذكرنا لكم الشيخ بن باز رحمه الله يقول هذا الكتاب يحتاج إلى عشرات المرات أن يكرر. لابد أن نعيش مع العلم، نعيش مع التوحيد، نتعلم ونعلم الناس التوحيد، ودائما تكون من العلم إلى العلم. فنريد يا إخواننا أننا يعني دائما نعيش مع العلم، إما أن تكون عالم أو متعلم في هذه الدنيا فقط، إما عالم ومتعلم. تستطيع الآن بالوسائل هذه الحديثة أن تتعلم في كل مكان، تسمع كتاب التوحيد الشرح المتن حتى تحفظ، أي صحيح، ترسل رسائل عن الأبواب هذه، الباب هذا في فائدة كذا، الباب كذا في فائدة كذا، تنشر التوحيد يا أخوانا. وبهذا الحمد لله، يعني اليوم هذا نريده يكون هو بداية الدورة. اي نعم، تقول انا والله لابد اتعلم هذه المتون التي اوصى بها العلماء، وبخاصة قلنا كتاب التوحيد والواسطية وبلوغ المرام، واني استطيع اني استمع الى شروحات الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، واجعل لي مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله درس يومي. وبهذه الطريقة اخواننا يعني نعيش من العلم إلى العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وجزى الله خيرا يعني كل من كان سببا في إقامة هذه الدورة. لكن احنا ما نريد أن الدورة تنتهي الآن، نريد أن الدورة الآن تبتدئ، ونبدأ يا أخواننا نتعاون فيما بيننا ونتدارس، وتكون الدروس دائما في كل وقت. والله أعلم.